يفرق مسرح أستاذ صبحي عن غيره من المسارح تحديدا القطاع الخاص؟ احترام الفن، محترم المسرح جدا، محترم النص جدا، وفي خط وطني. خيبتنا دي بتوري ازاي احنا بنقدم لأعدائنا اكثر من اللي هم عايزينه. وهذه حقيقة موجودة عندنا، ان احنا مش بنخلي بالنا على مكتسباتنا وعلى حاجتنا وبنديها للغير. فدي المسرحية كانت بتقول كده، وكنت سعيدة بيها جدا ان فيها خط وطني، وفي الاخر بنقول الوطن، بنتكلم بنغني غنوة للوطن. فطبعا ده شيء رائع جدا ونادر وجوده في القطاع الخاص. صحيح. فانا بحترمه جدا وبحترم شغله، وكنت سعيده قوي بالعمل معاه، وانا في المسرحيه اللي جايه كمان. كمان؟ في مسرحيه اسمها عيله عمل لها بلوك. معقوله؟ احنا بس وقفنا من كورونا. لكن كنا بنعمل بروفات. كنت بداتي بروفات يعني خدتي تجربه وقررتي تخوضي تجربه تانية كمان. ايوه، عملنا بروفات كتيره، ولكن طبعا النظام اللي اتحط جديد في ان يبقى تباعد اجتماعي، كرسي وكرسي والكلام ده ما ينفعش. وبعدين الناس اللي بيجوا من بعيد وكده، فقال هنتوقف لغايه الكارثه دي ما تروح.